يفتحوا الرحبه اليوم. الله يفتح علينا وعليكم بباب الخير. اليوم جيتكم بكلام جديد، ساسو من الحديد وحيوطو شعيبه براقه وسقفو من خير الجواد. كلام ما يتكتب بمداد، ما يتحط على ورقه، يجيب لسان الحال على لساني متعلم من معلمين كبار حكاو لي الحكايه وهما خايفين يفتحوا اسرار. اسمع لي وصغى وعرف اش كيتقال بالزربه في الليله والدردبه. الليله هي الخوط اللي كتقام على الاصول واللي كل واحد فيها اش تيقول من ولاد العبيد، ولاد بامبرا والحصاويين والفلانيين ولاد يقبا وزيد وزيد. المعلمين الكبار ماشي بالسن ولكن بحب لجوج وهاد الفن، قالوا لي كلام كتير قليله في حقهم الله يعطيك الخير. والخير اللي عطاوني حملته بلسان الحال باش يزين الفال، بلا جاوي بلا بخور، بلا جلبه بلا سحور. اللي قالوا لي غادي نوصلوا ليكم، واللي وصلكم خليوها سر عندكم، لا تبوحوا بيا للعباد، ما تقلقوا الناس الجواد. الليلة القناوية أو الدردبة كتمثل واحد الجانب مهم من التقناويت، واللي عادة ما تغلبش عليها داك الطابع الفرجاوي والموسيقي بزاف، فهي كتجاوز هاد الشيء بإحياء مجموعة من العروض والطقوس اللي عندها واحد الطبيعة علاجية. الدردبة اللي هي ليلة خاصة كتقام في واحد البلاصة أو في واحد الرحبة اللي عندها داك الطابع القدسي، واللي كتجمع المعلم القناوي وباقي أعضاء الفرقة القناوية والمقدمة والمريدين ديال الطائفة القناوية. هاد الليلة كيتم الإحياء ديالها في شي أوقات معينة، مثلا بحال دابا كنقولوا الليلة ديال شعبانة أو لا الليلة ديال شوال. وكذلك كنعرفوا أنه قبل ما كتبدأ الليلة القناوية أو الدردبة، أول حاجة وقبل كل شيء خاص نبداو بتطهير فضاء الليله او التنظيف ديال داك المكان مزيان. قناوه كيقدروا مثلا بعد داك التنظيف يزيدوا يرشوا الاركان او الليكوان الكوانات ديال دار الليله بالحليب، يقدروا يشربوه بيناتهم ولا شي حاجه، وهذا الشيء بحال واحد الرمز ولا بحال اشاره للسلام مع اهل المكان اللي هما الجنون او الملوك. بعض المرات يقدروا يرشوا هاد الكوانات او داك العتبة وهذا بالدم ديال الذبايح، يعني كل واحد واش كيدير، يعني كاين اللي كيدير الحليب، كاين اللي كيدير الدم ديال الذبيحة، وكل واحد واش كيدير. كذلك تيبخروا دار الليلة او الدار ديال الدردبة بعدة انواع ديال البخور الخاصة بداك الطقوس ديال الليلة. تيقولوا ان داك البخور الهدف منه هو داك التواصل مع داك العالم الخفي، داك العالم ديال الجنون او ديال الملوك. هادشي كله باش بحال اللي كتوصل ليهم او بحال اللي كتعيط ليهم يهبطوا او ينزلوا عندك، او نقولوا انك كتعرض عليهم حتى هما باش يحضروا معاك في داك الليله ديال الدردبه. هادشي كامل باش كيضمنوا النظافه ديال داك الفضاء ديال الليله او الحضره. هنايا كيتم استقبال داك الارواح، يعني داكشي علاش الناس كذلك تتحيد حتى الصباط ديالها، صبابطهم وهادو كيحيدوهم وكيخليوهم برا، كيخليوهم بعادين على داك الفضاء ديال الطقس ديال داك الليله. يعني وكذلك ما نساوش انهم كيجيبوا حتى داك القربان او داك الذبائح وكيبخروهم باش كيذبحوهم وكيعطيوهم كبحال شي هديه لداك الجواد. الدردبة او الليله القناويه في الاصل راه كانت فيها 7 ايام، يعني كل نهار واش كيديروا، كل نهار كيديروا حاجه، ولكن دابا تقلصات من داك 7 ايام بحكم بزاف ديال الامور من بينهم الفلوس. يعني باش دير واحد الليله فيها 7 ايام رخصك بزاف ديال الفلوس، ولذلك تقلصات ولات فيها فقط 3 ايام. ومن داك 3 ايام كذلك دابا راه ولات فيها كاين اللي كيدير فيها غير نهار. كاين فيكم شي واحد يقدر يسولني يقول لي شحال من ليله كاينه وشنو ما هاد الانواع ديال الليله؟ نقول لكم بان الليله القناويه ليله وحده كاينه، ولكن
كاين اللي كيقسمها لبزاف ديال الانواع على حسب الهدف منها. كاين الليله الاستشفائيه تيقولوا ليها مثلا الليله ديال العفو، الهدف منها هو العلاج او الاستشفاء. كاينه الليله الموسميه، يعني هذيك اللي كدار من العام للعام، يعني بحال هذيك اللي قلنا قبيله ديال شعبان ولا شوال. كذلك كاين واحد الليله اللي كتكون المقدمه غير جالسه ما عليها ما بيها، كتجي كتعيط للمعلم كتقول له وقفوا عليا، وقف عليا الخدام، وقف عليا الملك ديالي، قال لي خاصك دير الليله، خاصك تذبح ليا، خاصك كذا، خاصك كذا وكذا وكذا. كذلك كاين الليله عاود ديال مثلا تقول لك انت مثلا فيك العكس، فيك كذا، خاصك تذبح الملوك. وكاين الليله ديال النشاط كيتجمعوا فيها الناس باش ياكلوا ويشربوا ويشطوا مع راساتهم. هاد الانواع كلهم عندهم علاقه غير بالمقدمه. غادي تمشي عند المقدمه تقول لك عندك العكس، عندك التابعه، عندك هادي، عندك هادي، خاصك الذبح، خاصك كذا، خاصك كذا، خاصك كذا. اما الا جينا نشوفوا في الاصل راه كاينه ليله وحده اللي هي الليله الربانيه. ما هاديش نهضروا على الليله السبتيه. اذا كاين اختلاف ديال المدن بخصوص هاد الليله الربانيه، فكل مدينه وكيفاش كيفاش كدير اولا كيفاش دايره الخدمه ديالها، كل مدينه وكي دايره الطريق اللي كتتبع، كاين اللي كتسبق المساويين وكاين اللي كتليهم. نفس الشيء بالنسبه للكحل، كاين اللي كيسبقوا الكحل هما الاولى وكاين المدن اللي كيخليوهم هما الاخرين. ففهمتي يعني ان الليله هي ليله وحده كاينه هي الربانيه. اما الليله على حسب الهضره ديال واحد المعلم قديم في هذا المجال، من خلال واحد النقاش هذا المعلم تيقول هو عاود ان الليله شنو هي الليله، الليله فيها ولاد بامبرا والكحل صافي. بالنسبه لي ان الليله هي ولاد بامبرا والكحل، هذه هي الليله اللي جابوا العبيد معاهم من بلادهم. وفعلا الى جينا تمعنا في هذه الهضره راه عنده الحق، غتلقى فعلا باللي العبيد راه جابوا معاهم غير ولاد بامبرا وجابوا كذلك حتى الكحل. وكما قلنا غتلقى ان هاد الحوايج مقسومين على جوج، كاينه واحد لابارتي ديال الفراجه اللي هي ولاد بامبرا. ولاد بامبرا ماشي هي اللي كتبدا بالصلاه على النبي، صلاه على النبي غير واحد الحاجه اللي تزادت ودارت في المغرب. اما ولاد بامبرا راه واحد النوعيه ديال الفراجه ديالهم هما، كيتفرجوا في داك الطروحه من خلال داك الطروحه تيدويو على شي حوايج ديالهم عاشوهم في ديك البلاد، كيعودوهم او كيحكيوهم بواحد الطريقه اللي ماشي فقط غنائيه بل فيها واحد النوعيه ديال المسرح. وملي كتجي لابارتي الثانيه اللي هي الجدبه، واي تقريبا في هاد البلاد كاع ديال لافريك كتلقى باللي اي موسيقى فيها واحد النوع ديال الحال، كتلقى فيها الفراجه وكتلقى فيها الحال ضروري حاضر. شي حاجه فيها الجدبه او شي حاجه فيها لا ترانس. اما ولاد بامبرا عندها علاقه بالوجدان، يعني سواء كيتكلموا على حياتهم او كيتكلموا على طبيعه العيش ديالهم، لانك تلقى في الطروحه ديالهم كتلقى تما الزراعه، كتلقى الصيد، كتلقى حكايات كيتكلموا فيها على ناس كيعرفوهم ولا على شي منظر شافوه في الطبيعه او في الحياه ديالهم. اذا ولاد بامبرا هي شنو هي ولاد بامبرا؟ هي واحد الكلمه شامله فاش كنتكلموا على المحله ديال ولاد بامبرا. ولاد بامبرا هي بحال واحد الكلمه شامله لكاع داك الطروحه كاملين، كتدخل لداخل ديالهم كتلقاهم حتى هما مقسمين. كتلقى ولاد بامبرا، ولاد حوصه، ولاد يقبى، ولاد فلان، كلهم مجموعين في قلب داك المحله ديال ولاد بامبرا. ولاد بامبرا هما براسهم حتى بحال واحد القبيله من بين هاد القبائل اللي ذكرنا. فهنا الدلاله ديال الاسم ديال ولاد بامبرا اللي كتاخذوا داك المحله هي بحال واحد الكلمه شامله، بحال الا بغيتي تقول او الا بغينا نقولوا بواحد اللفظ اخر هو العنوان ديال الالبوم.
كاينة ليلة وحدة، ليلة ربانية، ولكن دابا في هذا الوقت وليتي كتسمع ليلة ديال البوهالة، تيقول لك مثلا ديري المكسعة ديال البوهالي، ديري الليلة ديال الحمر، ديري الليلة ديال الكحل. وهذا الشيء الا جيتي تخدم شوية ديال العقل كتلقى راه غير المقدمة ديال هذه الخدمة هذه، ما بغاتش يصدع الراس، وكتعيط للقناوة كتقول لهم غتضربوا لي غير الكحل، وكتعطيهم واحد شوية ديال الفلوس، لان باش تضرب واحد الليله كامله راه خاصك الفلوس، وخاصك وخاصك وخاصك. كتجي كتقول لهم غتلعبوا ليا غير الكحل بوحدهم، ولا كانت غتعطي لهم واحد الالفين كتعطيهم غير واحد الالف، وكيديماريو مع الطريق. اما الليله كيف ما قلنا راه 7 ايام، ونقدروا نقولوا حتى 3 ايام، اللي فيها داك النهار الاول اللي هو ديال ولاد بامبرا ومكشا، ونهار فيه العاده والملوك، ونهار الثالث ديال خروج الميدا. داك النهار الثالث كيلعبوا فيه غير البنات، وكيضحكوا فيه العيالات، وكينشطوا وكيفرحوا. هادشي كله هو الا جينا نشوفو كنلقاو هو عباره عن تراكمات اللي تطورت مع الوقت. والسبب كاع باش دارت هاد الليله، الا رجعتي للتاريخ قبل كتلقى باللي الليله هي واحد التجمع عائلي كيتلاقاو فيه الناس وكيضحكوا وكيلعبوا فيه. كيف ما دابا انت في الصيف كيجي عندك مثلا واحد عمك من فرنسا، واحد خالك من الشينوا، او واحد خالتك من هنا، واحد عمك من هنا، وشي واحد من العيون، واحد من مراكش، وكيتجمعوا في واحد الدار كبيره غالبا كتكون ديال الجد ولا ديال شي واحد معروف في العائله، وهذا كيبقاو يضحكوا وينشطوا ويهضروا ويتفكروا ايامهم ويتفكروا الصغر ويتفكروا هادي ويتفكروا هادي. هادي هي الليله، راه الليله هي هادي، غير الاخرين كيديروها غير بالضحك والهضره والنشاط، والاخرين بحال الا كيديروها ثقافيا موسيقيا، كيتجمعوا فيها العبيد مع بعضياتهم بحال الموسم. الا جينا نرجعوا تلقاوه هو الموسم، كتسمع مثلا راه كاين موسم ديال العبيد في واحد المنطقة معينة، كتلقى كاع داك الناس اللي عندهم علاقة بهذيك المنطقة كيهبطوا ليها. اشنو هو الغرض ديالهم منها؟ الغرض الرئيسي والاول ديالهم هو صلة الرحم. كيتلاقى واحد عمو، او كيتلاقى واحد عمو، كيتلاقى واحد جدو، خالو، شي واحد من العائلة اللي ما شافوش شي 20 عام هادي، او لما شافوش هادي شي 15 عام هادي. وتيكون داك الموسم هو داك الفرصة ديالهم فين كيتشافوا او فين كيتلاقوا، كيديروا صلة الرحم، تينشطوا وتيضحكوا وبزاف ديال الامور. فهذا هو الموسم، وهذه هي الليلة في الاصل ديالها. اذا كيف ما قلنا الليلة، شنو هي الليلة؟ هي واحد التجمع عائلي، تيجيو ليه الناس كيتلاقاو كينشطو كيضحكو كيديرو واحد الفراجة اللي هي ولاد بامبرا. وكتلقى هادوك العبيد من واحد المناطق مختلفة، كتجمعهم منطقة واحدة كبيرة، بحال الا بغيتي تقول الجماعة والدواور، دواور صغار، هذا من دوار الفلانيين، هذا من دوار الحصاويين، وهذا عاوتاني من دوار البامبراويين، عاود الاخر من دوار ديال ولاد يربا، وكل واحد من دوار، وكل واحد كيجي وكيخرج وكيدير داك الفراجه ديالو وديال داك الناس ديال المنطقه ديالو. فهذا هو الغرض من الليله. نقدروا نقولوا بان الليله القناويه او الدردبه شنو هي؟ هي داك البدايه او البدايات الاولى لظهور هاد الفن ديال التقناويت. هذاك التجمع العائلي هو اللي بدا الاولاني، ما كانت حتى شي حاجه من غير هذا الشيء. تيجيوا هذوك الناس كيتجمعوا في واحد الدار، من بعد تيجيوا واحد الناس كيولي الناس واحد اخرين وكيوليو الناس كثار، فما كتبقاش ديك الدار قداهم. ومن بعد كيديروا واحد المنطقه فين كيوليو كيتجمعوا من العام للعام، 7 ايام في شعبان غادي نتلاقاو في المنطقه الفلانيه، كيديروا فيها داك الانشطه ديالهم المعتاده. والذبيحه غتسولني علاش تيذبحوا؟ تيذبحوا باش يوكلوا داك الناس، حيت ما يمكنش ليك انت تعرض على امه ديال البشر وما توكلهمش. هذا هو الغرض من الذبيحه، الغرض منها او الغرض ديالها هو الاطعام.
اطعام الناس، ما عندهاش شي غير واحد اخر. دابا تطورت الوقت حتى ولينا نذبحوا على حمو وندبحوا على ميرا وعلى الكحل وزيد وزيد. اذا الى جينا وثاني تمعنا في هذه الامور هذا شنو غنلقاو؟ كنلقاو ان الماده هي اللي حكمت في هذا الشيء كامل. اذا كيف ما قلنا داك التجمع هو اللي خلق الليله. في ديك الليله كل واحد وشنو كيدير؟ هذا كيدير الفراجه ديال بلاده، وهذا كذلك حتى هو كيدير الفراجه ديال بلاده، وهي غاديه هي اللي هي اللي عطاتنا في التالي داك المحله ديال ولاد بامبرا كيف ما قلنا في الاول. ولا جيتي وتمعنتي فيهم كتلقى واحد التسلسل في الطروحه، كتلقى ولاد بامبرا ولاد يقبا فيهم واحد التسلسل ما كيخرجوش عليه، واخا تيكون الترتيب مختلف ولكن كيبقاو كيلعبوا داك الطروحه، داك 6 ولا 7 ديال الطروحه. من بعد كيمشيو للحصاويين، ومن بعد ملي كيساليو عاوتاني كيمشيو للفلانيين، من بعد عاوتاني كيمشيو للطروحه ديال سيدي لامين. كل بارتي كيمشيو كيلعبوها بوحديتها. من بعد كتجي الذبيحه، الذبيحه كيف قلنا الهدف منها هو انك توكل داك الناس. واللي حاليا اللي ولا كيتحكم في هذا الشيء هو الفلوس والمقدمه. كيفاش؟ غنعطيكم واحد المثال. مثلا كتجي المقدمه كتعطيك 1 مليون أو 2 أو 3 او اكثر، وكتجي وكتقول لك دير لي هذا الشيء، راه عندي كليان. كتولي انت كتسمع داك الكلمه ديال الكليان، انت كتشوفها من واحد الناحيه ماديه، وانت عاوتاني كتشوف راسك انك ما خدام الشهرين هادي وجاتك داك الوجبه، شنو غادي دير؟ والصراحه ما عندك ما دير، ديرها ديال الله، غتمشي وغتخدم على راسك. هادشي علاش قلنا الليله راها غير ولاد بامبرا والكحل، اما داكشي الاخر راه غير جا مع الوقت مع التطور ديال الموسيقى. تيبقى السؤال المطروح هو كيفاش ولينا نسمعوا الطروحه ولو كيتغناو باللغه العربيه او بالدارجه؟ شنو ما الاسباب اللي خلاوهم يدخلوا اللغه العربيه او تولي تسمع الدارجه في التقناويت؟ حيت ما يمكنش لك انت تكون واحد الانسان كابر في افريقيا بواحد الثقافه بواحد اللغه او بواحد المعتقد، واحد شويه ما بين ليله ونهار تولي كتغني او لا تصبح كتغني بالدارجه، تولي كتغني بالعربيه، تولي كتغني على الاولياء والصالحين والله والنبي. ولا جيتي تمعن غتلقى ان ولاد بامبرا فيهم كلام افريقي، واحد الكلام افريقي، وحتى الكحل حتى هما فيهم داك الكلام الافريقي. اما من غير هذا الشيء كتلقى حاجه اخرى. هنا تسالى الكلام وتسالت الحكاية. شكرا بزاف ملي بقيتي معايا، ولا عندك شي كلام في راسك نفكوه بجوج الا تواصلتي معايا في شي تعليق يكون زوين والباقي نزيدو نطولو به الكلام ونمشيو من حكاية لحكاية. كان معكم اسماعيل في بودكاست صوت الرحبة، تهلاو ليا في راسكم.